حول هذا الموضوع ينضم لنا في الاستوديو ضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الله بن بخيت. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الله. يا هلا والله وسهلا، نورتنا. الله ينور حالك. يعني ما بين هذا التزمت وهذه الاعراف اللي توارثتها العديد من الاجيال، ما هو سر ممانعه البعض في قبول التجديد برايك؟ اول شيء وقبل كل شيء المصالح. يعني انا ذا اللي مصلحه في بقاء الشيء هذا، طبعا بقاتل من اجله. والحقيقه انه يعني الصحوه اللي دخلت المملكة، المشكلة الأساسية هي في منتصف الثمانينات أو في بداية يعني السنوات الأولى من الثمانينات، حصل انخفاض في النفط. يعني النفط صار ما يسوى البرميل اللي باع فيه. أعتقد أن العامل الاقتصادي لعب دور كبير في في نمو الصحوة وتفاقمها، بالإضافة طبعاً إلى العوامل الخارجية، الثورة الإيرانية وكانت تهدد المملكة، الأفغان، العالم كله كان في مرحلة تغير أيام ريغان و شو اسمه تاتشر. فهذا إحدى الأسباب، لكن السبب الداخلي هو مهم. يعني في ناس عندهم مقاومة لأي شيء اسمه جديد. صحيح. يعني وهذا طبعا تفاقمت عددهم، يعني صارت المصالح مرتبطة بالمقاومة، فصار الناس عندهم يعني حقيقة يقاومون، وفيه ناس لا انضموا لهم لأنه مصالحهم تتطلب هذا. فمضت بالطريقة هذه، وحتى أنه يعني وصلت الأمور إلى أنه أصبح عملية قبول الشيء يا أما أن الشيء يفرض نفسه عليهم زي الإنترنت وزي التلفزيون وزي كذا، أو أن الحكومة تفرض هذا عليهم، لأنه هم يعني هم ماضين في طريق شيء اسمه الحرام. يعني لأنه هم تعطيه، حتى دائما أقول ما في داعي تسأل شيخ، بيقول لك حرام. يعني لو تقول له القهوة حرام، لو تقول له أنا أخلط مع الموية شوي سكر قال لك حرام. يعني هو يعني حرام، بعد كذا نتفاهم. يعني الأرضية اللي ننطلق منها أن هذا الشيء حرام، وبالتالي تفاقمت الصحوة على هذا الأساس. هذا الكلام كان في السابق في التسعينات، يعني بلغت. طيب سؤالي لك الآن، هل الناس تغيرت ولا قناعاتهم تغيرت؟ خليني أقول لك، لا قناعاتهم تغيرت، ومن الصعب أن يقول الناس تغيرت، لأني لا ما عندي يعني إحصائيات، وحتى الإحصائيات ما تقدر تفتش، لأن الإحصائيات ما هي نعم ولا لا، هي موقف. لكن أنا أعتقد عملية تغيير الناس زي ما الآن يحصل في المملكة، قرارات واضحة تماما تنحاز للإنسان، تنحاز للحرية، تنحاز للتقدم، تنحاز للانفتاح على العالم. أما تغيير الناس فالمسألة مسألة أجيال. يعني أنت عندك في جيل اللي في الأربعين والخمسين وذا، صعب أنك تغير مفاهيمه وقيمه، لأن زرع فيه المرأة لازم تتغطى. يعتقد الآن حتى لو أنه جاء 70 شيخ وقالوا له ترى غطاء المرأة ليس ضرورة في الإسلام، لا يستطيع أن يغير. لكن المسألة مسألة أجيال، يعني خلال جيلين إن شاء الله، يعني نقدر نقول في 2030 2040 عفوا، هنا نقدر نعرف انه حصل التغير فعلا ولا لا. لكن لابد من فتح الباب، والحكومه فتحت الباب. يعني هو استاذ عبد الله، نبقى عن نقطه المراه، يعني نعرف قرارات مثل هذه او مو قرارات، افكار مثل هذه كانت تاثر على جميع افراد المجتمع. نعم. لكن المراه نالها نصيب كبير جدا منها، فلماذا انطوت غالبيه ملفات الممانعه على المراه السعوديه تحديدا؟ أنا أقول لك، المرأة لو جينا للمجتمع بدون يعني الأفكار الدينية، نجد أنه الشرف في حياتنا عالي القيمة مرة. يعني بعدين تعريف الشرف ملتصق بالمرأة، يعني أكثر شيء بالمرأة. يعني تعرف الزمان يعني كانت في مشاكل وخطف النساء وما نعرف وكذا، فارتفعت قيمة المرأة الجنسية، يعني دورها الجنسي. هؤلاء أخذوا هذا زي الكرباج، اي شيء يبغون يقمعون به المجتمع على طول يحضرون قيمة شماعة. ايوه الشرف، هذا قيمة الشرف. لما نقوم بنبتعث مثلا الابتعاث، قال لا بيروحون فيه فساد هناك، ونساءهم متفسخات ما عارف، وبناتكم. طيب المرأة طبعا لها حق تسافر بدون محرم لنفترض انه صحيح، انا ما اعلم. انا لو ان لما تروح هناك يفترض ما في محرم خلاص، لانه حكايه المحرم هي السفر. لكن برضه يعودون للكرباج،
ويقمعون بها الناس بأنه لو راحت هناك البنت بتدشر وكذا، إلى درجة أن بلغ بهم يعتبرون المرأة سفيهة لا بد من الضرب على يدها عشان تستقيم، وينسون تماما أنهم يأخذون فتاواهم ويأخذون أحاديثهم من عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها. طيب